السلام عليكم. في إطار المشروع الاستراتيجي الهام لإنشاء الخط السكك الحديدية المنجمي بالغرب الجزائري، إذن في هذا الإطار نعرفكم بهذه الشركة وهذا المصنع لإنتاج العوارض الإسمنتية التي تستعمل في إنشاء الخطوط السكك الحديدية. إذن بدون إطالة نعرفكم بهذا المصنع الكبير لإنتاج العوارض الإسمنتية المستعملة في السكك الحديدية، واللي يقع بولاية نعامة لمش بعيدة على مشروع الخط المنجمي نتاع بشار تندوف. إذن أترككم تتابعون هذا التقرير عن هذا المصنع لإنتاج العوارض الإسمنتية، والسلام عليكم. وفق رؤية اقتصادية وطنية ترسمها الإرادة السياسية للدولة والتي تساعد على تسويق المنتوج الوطني، تعمل وحدة إنتاج العوارض الخرسانية بولاية النعامة على تعزيز البنية التحتية ودعم المشروع الاستراتيجي منجمي غرج بيلات من خلال خط السكك الحديدية المنجمية بشار تندوف. دور هذه الوحدة الإنتاجية في المشاريع الكبرى للدولة الجزائرية هو تزويدها بالعوارض الخرسانية سابقة الإجهاد، والتي آخرها زودنا بها مشروع العملاق المنجمي تندوف بشار. حركية واسعة تشهدها هذه الوحدة الإنتاجية والتي تعمل بتقنيات متطورة بفضل طاقات محلية جزائرية. وعندنا ليزيسي تاع بشر بيطون فلاش نديرو لافاسمون، وعندنا ليزي كرازمون تاع ليزي بروفات، عندنا تاع ان جور و سات جور و 28 جور. بفضل الخبره اللي اكتسبتها من الشركه الوطنيه الاقتصاديه لانفرافار لصناعه الخرسانه، نجمو نعاونو لانتاج الخرسانه للعوارض. ولقد سطرنا في 2024 ان شاء الله لنصل إلى 1000 وحدة يومية، وهذا يدل على تشغيل ضعف العمال الموجودون في المصنع. بعثوا ديناميكية جديدة وتقوية قاعدة الاستثمار من خلال الرهان على قطاع النقل بالسكك الحديدية كعصب لتنمية اقتصادية شاملة